كل واحد فينا كيفاش كيبغي يعيش، كيفاش كيبغي أمن سيارته. هادشي علاش تأمين الوفاء كيقترح وفاء أوتو في حلة جديدة، ضمانات وخدمات مبتكرة ومتميزة توال من الجميع. عن تأمين الوفاء كل واحد فينا كيلقى التأمين اللي كيوالمو. هذا هو وفاء أوتو لينا كاملين. للمزيد من المعلومات اتصلوا بإحدى وكالاتنا. أهلا بكم أعزائي الأفاضل في الحصاد اليومي، نقدمه لكم مباشرة من قناتكم شوف تيفي، وهذه أبرز عناوينه. المغرب يستعين بمروحية لتقديم المساعدات الغذائية للمنكوبين جراء الفيضانات التي ضربت جنوب البلاد، والبيضاويون يودعون الطاكسيات من الحجم الكبير. في الشأن الاقتصادي، شركة هواوي تنافس سامسونج وأبل في السوق المغربية، ورئيس الوداد البيضاوي يقلب الطاولة على بودريقة. مرحبا بكم مجددا أعزائي الكرام في تفاصيل هذه العناوين. تمت تعبئة مروحيتين تابعتين للدرك الملكي اليوم الثلاثاء من أجل نقل مساعدات غذائية للسكان المنكوبين بفعل السيول التي شهدتها الجماعة القروية تغدوين حسب ما علم لدى السلطات المحلية. وأوضح المصدر ذاته أن المروحيتين تقومان بشكل متواصل وحسب الظروف المناخية بإيصال المواد الغذائية لساكنة 649 منزلا موزعين على 15 دوارا بهذه الجماعة القروية والواقعة بمنطقة ذات تضاريس جبلية. وتعرضت المنطقة نهاية الأسبوع المنصرم لسيول استثنائية بالعديد من الأودية ومجاري المياه، وخاصة واد زات الذي عزل الجماعة عن الطرق والمسالك المؤدية إليها. وكانت السلطات المحلية ولجان اليقظة بإقليم الحوز قد تعبأت منذ ليلة الجمعة السبت الماضيين لمواجهة هذه السيول الاستثنائية بالعديد من الأودية ومجاري المياه الناجمة عن التساقطات المطرية القوية التي شهدتها المنطقة. وقد تسببت السيول التي همت وادزت دائرة أيتورير وودوريكا جمعت نينوريكا في انقطاع حركة المرور على مستوى بعض القناطر والعديد من المحاور الطرقية إلى جانب انهيار عدد من المنازل. في موضوع آخر، من المنتظر أن تودع ساكنة مدينة الدار البيضاء الطاكسيات من الحجم الكبير، وذلك بعد إعطاء الانطلاقات الفعلية لتجديد أسطول الطاكسيات الكبيرة المعمول به منذ سنين بعدد من مدن المملكة بأخرى جديدة متكونة من 7 مقاعد تستجيب لكل معايير السلامة، كما أنها تتميز بنسبة استهلاك ضعيفة للبنزين. لنستمع لمشعيب عبد المغيط الكاتب الجهوي لسيارة الأجرة الكبيرة بالدار البيضاء في هذا الاتصال الهاتفي. هذا اول لقاء مع السيد والي الجديد. السيد والي باغي يخدم، النظام اللي هضروا عليه هو المشاكل اللي كتخبط فيها القطاع. من خلال النقاش معاه قال لك اودي ما هو جهوي، انا مستعد نحلو معاكم. ما هو الوطني راه كتعرفوا، الفايل الوطني راه وزاره الداخليه. وشوف بالنسبه للدعم، حنا مع الفكره ديال الدعم، ولكن ماشي مع الفكره ديال هذه السياره، لان كاين واحد المجموعه ديال الناس، كاين اللي عنده طوموبيل ديالو مرسيدس ديالو باقا جديده باقا ضرب 10 سنين 15 عام، هذاك ما عنده ما يدير طوموبيل اخرى، ما غاديش يبدل هذيك بواحد لوطجه ولا. وكاين اللي عنده طوموبيل سالات ماتت خاصو يبدلها، اذا ياخذ دعم. حنا اللي كنهضروا الدعم، حنا مع فكره الدعم، ولكن ضد لاكاس. ما ياخذوش لنا الطوموبيل، ماشي يعطيني 8 مليون ديال الدعم وياخذ لي الطوموبيل. والاختياري اللي عنده السياره ديالو باقا مزيانه، علاش غادي يبدلها بمكرف؟ اللي عنده السيارة شوية مساوية راه غادي يبدلها، ولكن ماشي بشرط كما قال السيد والي، قال لك حنا ما كنشرطوش لوجي، حنا الدعم ها هو كاين، اللي بغى ياخذ أي ماركة ديال الطوموبيل ياخذها. أبقى لنا المشكل دابا الإشكال اللي كاين وهو لاكاس، يعطونا الدعم ويخلونا الطوموبيل ديك الساعة نبيعوها ونعاودو نزيدو عليها باش نتنفسو. شوف شوف، أي حاجة فيها المعارض المؤيد. وحنا كنشوفوا بواحد المنظور كنقولوا كلام منطقي، حنا ما غاديش تفرض عندنا الدعم وتفرض عندنا السياره ونوع من السياره. ملي كيكون اختياري ما بدا، اذا فكرنا جميع، واحد السيد متضرر
الطوموبيل عنده ما بقاش صالحه مضطر باش يبدلها. ولكن داك السيد اللي الطوموبيل عنده باقا صالحه باقا فيها مضرب واحد 10 سنين ولا 15 عام، هذا حنا ما غاديش نغلبوا عليه باش يبدل السياره ديالو. راه كاين السيارات اللي في المطار اللي دايره 14 مليون 15 مليون، ما غاديش يديوها لي لاكاس ولا 800 مليون. حنا كنهضروا بصفه عامه، لا الدعم خرج للوجود نهار 24 نهار البارح 24 ولكن ما قلتلك كيبقى داك الشيء اختياري. اللي عنده طوموبيل بقى صالحه للخدمه راه ما عليه الا يمشي ياخذ داك الدعم وياخذ سياره اللي بغا هو، ماشي كيشرط عليه نوع من الانواع، كياخذ اللي بغا. واللي السياره ديالو بقى مزيانه راه ما يرغبش حتى واحد باش يبدلها. كلام منطقي زعما من المواليه ولا من اي حد من الداخليه، لحقاش السيد مروان بن حنا قال لك حنا ما كنرغبوش عليكم حيت كانت بعض الاشاعات ديال لوجي. الوالي قال لك انا ما كنشرطش نوع من الانواع. الطوموبيل اللي فيها المواصفات ديال الطاكسي كبير. ولكن ما فيه الصلاحية الاختيار. بالنسبة للضمان الاجتماعي، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. واحد المجموعة ديال النقابات كتهضر غير عشوائية كما كنقولوا بالدارجة عادية وخاوية. لأن اللي كان كيستافد من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو الأجراء. في الإضراب ديال 2007 وفي الحوار مع الحكومة ومع وزارة التشغيل ومع هذا تبدل القانون، ولا اللي كيستافد من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هم الأجراء وحاملي البطاقة المهنية، إذا المهنيين هما دخلوا صادقوا عليها في البرلمان والحكومة حتى هي صادقات عليها. بقات باش تخرج الحيز التنفيذ أن ذاك حميد دوش المدير هو اللي في النقاش معاه قال لك اودي انا ما كنقولش لكم ما تدخلوش، ولكن هذا راه صندوق، مادام صندوق راه في واحد المال كيتحط كيخلصوا منه في التقاعد كيتخلصوا منه الدواء. الاغلبيه ديال الناس ديال الطاكسيات عندهم 3 دراري باش غادي يخلص هو 650 درهم على 2500 درهم، غادي يخلص 650 درهم في الشهر وغادي ترجع ليه هو 600 درهم 200 درهم يكون في الدراري. اش كيبقى في الصندوق؟ كتبقى 50 درهم فيها تغطيه في الحياه فيها تقاعد فيها. راه منطقي. حنا دابا خاصنا نتحاوروا العام على اساس دوك الفلوس ديال الدراري اللي في 200 درهم ما تكونش وما تكونش داك المبلغ كامل، مثلا نخلصوا واحد 300 ولا 350 درهم ولا 400 بلا ما تخلصوا على الدراري فيها التغطيه الصحيه وفيها التقاعد، باش داك الصندوق تكون عنده واحد الاستمراريه. اما من الناحيه ديال لا الاضرابات، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، القانون خير ليك، ولكن حفاظا على داك الصندوق خاص نقلبوا ليه على طريقه اللي نتفاهموا عليها كاملين. والقانون واضح. دخل أحد السجناء بالسجن المحلي بأسف في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من يوم الثلاثاء الماضي، وذلك احتجاجا منه على المعاملة السيئة التي يعامل بها داخل أسوار هذه المؤسسة السجنية. السجين الذي يقضي عقوبة لمدة 30 سنة بالسجن بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد استنجد بقناة شوف تي في لنقل وضعه إلى الجهات المسؤولة للتدخل لإنصافه من جبروت مدير السجن حسب قوله. وقال السجين في اتصال هاتفي لشوف تي في إنه يعاني من مضاعفات صحية نتيجة عن دخوله في إضراب عن الطعام لمدة أسبوع. لنستمع إلى هذا التسجيل الصوتي. ما كانش عندنا الهاتف محمول، كان عندنا اللي ضابط راهي هذيك الرضعه واحد خصك تحسنوا بها وداك الشيء باش تهضر. راه من وسيله من وسيلات التعذيب نيت. ودابا الى عيطت لشي جمعيه ولا شي حاجه كيعاقبوك. قالوا كيحيدكم بلاصتك، يحكي لك البلاصه ديالك يقيسوا بلاصه اخرى عاود ثاني. وانا كنطالب انا دابا هو شغلنا دابا كيديه لينا كيبيعو لنا في الحانوت وكيديه لينا هو كيلقاها في البلاصه ديالك كيديه لينا، ماشي مع يعني منوعات ولا شي حاجه. الحمد لله الرطب الحراس، الحراس هو دابا هو اللي ضاغط عليهم الحراس. هادو ثمانيه المديري اللي دوزت انا معاهم اللي دازو معايا هنايا ما كيعاملوش بنفس المعامله اللي كيعاملنا هو. انا من 2008 استاذ عمري زعما ما دفعت شي شكاية ولا شي حاجة ولا عيطت لشي مية ولا شي حاجة. العائلة ديالنا حنا العائلة ديالنا ضعافة بزاف، ما عارفين حتى حاجة، ما عارفين والو. ولا في كبار عاد الشيباني والشيباني. أنا كنطلب يديروا معايا حل، عطوني حق، علاش مديني لهم شغل، مديني الكارو ديالي ومديني مخليني الشكور ديالي خاولي عليه الماء وشحال ديال الحوايج مكرفتين عليا، حوايج يديهم لي يقطعوهم ليا.
في الشأن الاقتصادي وفي إطار استراتيجيتها المتواصلة في مجال تكنولوجيا المعلوميات والاتصالات، أطلقت شركة هواوي الصينية هاتفين ذكيين جديدين أسندبسات ومايتسات. وقال أنس بن مسعود المدير التنفيذي لشركة هواوي في تصريح لشوف تي في على هامش ندوة صحفية عقدت بحر الأسبوع الماضي أن هذا الطرح الجديد سيمكن المستخدمين من التقاط صور ذاتية فردية أو جماعية بكاميرا أمامية متطورة دقتها 8 ميجا بيكسل غير كروية بعدسة بيسنك ومجهزة بوظيفة بانورامية لالتقاط الصور الذاتية. الزميلة منى الغطاس غطت الندوة وأعدت لنا هذا الروبورتاج بكاميرا عبد العزيز لمباركي. في إطار استراتيجيتها المتواصلة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أطلقت شركة هواوي الصينية هاتفين ذكيين جديدين أسند بيسات ومايتسات في السوق المغربية. الحمد لله إلى اليوم وصلنا لهذا النيفو هذا وعطينا هذا لي برودوي هادو بسبب مجهودات المراكز ديال البحث اللي عندنا في العالم كامل اللي كتعمل يوميا على إنتاج واحد التكنولوجيا اللي رائده في المجال ديالها، كتعطيك واحد التليفون اللي فورسيمون راكم غادي تشوفوها معنا في البريزونطاسيون اللي دايرين بواحد الاثمنه اللي نقدر نقول لك ان المستهلك المغربي غادي تجيه بحال صدمه الا شاف لا كاليتي اللي عاطين حنايا والثمن اللي دايرين. سي 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 ان رابور كاليتي بري اكسترا اوردينير. هذا الطرح الجديد يمكن المستخدمين من التقاط صور ذاتية فردية أو جماعية بكاميرا أمامية متطورة دقتها 8 ميجا بيكسل ومجهزة بوظيفة بانورامية لالتقاط صور ذاتية البانورامية وبوظيفة تحسين على 10 مستويات ضمن وضعية تجميل الصورة. المستخدم يستطيع تسجيل فيديو ذاتي بفضل وظيفة الفيديو عالي الدقة والذي تبلغ دقته 1080 بيكسل. الشركة الصينية اختارت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم سفيرة لحملتها الدعائية والتي ستبث ابتداء من هذا الأسبوع على القنوات الفضائية. في الشأن الحقوقي، قالت خديجة الرياضي الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن السبب الرئيسي والأساسي لقرار الجمعية والمنظمات الحقوقية التي قاطعت أو أعلنت عن عدم مشاركتها في أشغال المنتدى العالمي لحقوق الإنسان من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري بمراكش يعود إلى تراجع الدولة المغربية عن التزاماتها السابقة من خلال التضييق غير المسبوق على الحريات العامة وحقوق الإنسان. لنستمع لخديجة الرياضي الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. بالنسبة ل أنا ما بقيتش مسؤولة للجمعية ولكن غنهضر مع التحقيقية وعضوة ديال الجنة المتابعة ديال الجمعية المقاطعة. السبب الرئيسي والأساسي هو أنه خلال التحضير للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان في الاجتماعات ديال يوليو وفي الاجتماعات ديال أكتوبر كان هناك التزام للجهات الرسمية بتصميم الأجواء السياسية واحترام حقوق الإنسان واتخاذ تدابير عاجلة ومستعجلة في مجال يعني اتجاه الالتزام وتنفيذ التزامات المغرب. وهادشي كان سواء وهادشي راه خرج في بالها هاد الجمعيات المشاركة في لقاء يونيو وكان فيه التزام والعكس هو اللي وقع أنه مباشرة بعد تاريخ 15 جويلية بدات حملة شرسة ضد الحركة الحقوقية بشكل خاص ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. إذا هناك تراجع على التزام واضح من المسؤولين المغاربة والدولة المغربية تجاه الحركة الحقوقية في هذا الجانب. الجانب الثاني هو أن هذا المنتدى كان عقد في أوج الحملة لانتهاك الحريات وانتهاك حقوق الإنسان. من ناحية المحاكمات راه يوميا تقريبا كاين محاكمات، هاد الدار البيضاء، هاد الساونات، هاد الرباط، هاد المعطلين، الأساتذة، 20 فبراير، يعني باستمرار محاكمات كتم وحنا كنحتضنوا منتدى عالم لحقوق الإنسان، هذا مثال. إذا منتدين عقدت هاد الأجواء غير معقول يعني على الأقل نستفد حنا كمغاربة من هذا المنتدى أنه اتخذ الدولة إجراءات اتخذ قرارات لصالح حقوق الإنسان وصالح الحرية في المغرب. تكون هذه مناسبة باش يتخذ هذا شي قرارات باش تطلق صراحة المعتقلين السياسيين واحد العدد ديال القضايا اللي مطروحة. ماشي تصيت هيئة الإنصاف والمصالحة اللي مازال كتسنى هذه تقريبا 10 سنين. هذه الأجواء اللي ما يمكنش يعني قبل الإنسان عاقل أنه يمشي فيها المنتدى
ويشارك يعني في اطار رسمي كيدعي ان هذا المنتدى مخصص كنقائي من عبد المغرب هو دليل على ان المغرب بلد الحريه وبلد الديمقراطيه. اللي كيمس صوره المغرب هي هذا القمع الشرس اللي جاز على الحركه الحقوقيه، هذا هو اللي كيمس صوره المغرب. يجب ان الصوره المغرب تحسن ويحسن الممارسه ديال الدوله ويحترم حقوق الانسان والحريات يكون في مستوى الالتزامات ديالو، ما يبقاش عنده خطاب للخارج وممارسه متناقضه مع الخطاب في الداخل. خاصنا نغوطوا الناس ونقلبوا الايه ونقولوا بان هذوك اللي كينظروا لاجل ان الصوره المغرب تكون زينه هما اللي ولاو كيشوهوا الصوره المغرب، هذا كذب وافتراء ويعني واحد المنطق مقلوب. هذا هو اللي من القضايا، يعني هذا ابسط ما يمكن يكون هو انه واحد التعسف طرح القرار القانوني في خرق القانون وعلى كل اثباتات الدلائل بان القانون تخرق، وهذا المجتمع جالس بان فعلا هذا القرار كان خاطئ. وهاد الناس تضروا وخصهم يعني يتزغوا الضرر ديالهم، هذا يعني ابسط ما يمكن يكون يعني في حاله مثل هذه. ما خصناش نقراوها بحال إلا ما عرفتش ماشي إلا كانوا عادة إلا بعض الاستثناءات عادة المحكمة الإدارية كتكون منصفة مقارنة مع يعني المحاكم الأخرى اللي معروفة يعني بعدم النزاهة وعدم الاستقلالية والتدخل ديال الدولة وخاصة في المنشأة السياسية. يعني حنا كنا تفاجئنا ماشي لهذا القرار، تفاجئنا القرار اللي خدات المحكمة صدمناه في القضية صدمناه، ما كناش كنتظروا للمحكمة الإدارية يعني تاخذ قرار بشكل غير منصف وغير عادي في القضية صدمناه، وما هذا يعني هذه هذا القرار أبسط ما يمكن يكون. في أخبار الشقيقة الجزائر، قال الأمين العام لحركة النهضة الجزائرية محمد دويبي إن الهيئة التنسيقية للمعارضة بصدد الشروع في تنشيط رسالة هيئة التشاور والمتابعة التي وجهت إلى الشعب الجزائري بداية الشهر الجاري بشأن الإعداد لرئاسيات مسبقة. ونقلت وكالة قدس بريس انترناشيونال للأنباء عن صحيفة الخبر الجزائرية اليوم الثلاثاء التي نقلت بدورها عن دويبي تأكيده أن التنسيقية تراعي التسلسل المنطقي عند الحديث عن الرئاسيات المسبقة، فأول مفتاح هو التأسيس لهيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات من حيث المبدأ. وقال بأن لديهم مقترحات بخصوص هذه المسألة بهدف فرض الحياد في الانتخابات، وأن الرئاسيات المسبقة يوافقنا فيها الجزائريون لأنهم يرفضون تفويض الرئيس صلاحيته، مما قد ينتج عنه ارتكاب حماقات تؤدي إلى وقوع كارثة. نختم هذا الحصاد بالخبر الرياضي، حيث وبعد اتفاقية التفاهم والتشارك التي وقع عليها كل من رئيسي نادي الوداد الرياضي البيضاوي ونادي الرجاء الرياضي البيضاوي يوم 26 من شتنبر الماضي بأحد الفنادق بالدار البيضاء، والتي تهدف لحل بعض المشاكل التي تعترض سبيل الفريقين وكذلك للقضاء على ظاهرة الشغب والعنف وتوفير كل الظروف الملائمة للفريقين لإجراء مبارياتهم. ومن أهم ما جاء في هذه الاتفاقية هو تنظيم مشترك للقاءات الديربي البيضاوي، والذي يعد من أعرق الديربية في العالم، حيث وصلت لمباراته 17% والتي من المقرر أن يستقبل فيها نادي الوداد غريمه التقليدي الرجاء يوم الأحد المقبل على الساعة 3 زوالا بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء. هذا اللقاء وكما كان مقررا سابقا أن تقتسم مداخله المالية بين الفريقين، إلا أن أخبارا عديدة رجت مفادها أن سعيد الناصري رئيس الوداد البيضاوي سيتراجع عن فكرة اقتسام مداخل اللقاء مع نادي الرجاء الرياضي، ويرجع سبب ذلك لكون هذه المداخل ستضخ دماء جديدة في خزينة الفريق. بهذا الخبر الرياضي عن الديربي نأتي وإياكم أعزائي الكرام إلى نهاية هذا الحصاد، في أمان الله.